السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم مجددا في توقعات مباريات كرة القدم ليوم الاثنين. نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. المهم اختاريت لكم بعض المباريات. كما كتعرفوا بأن بعض الدوريات اللي توقفوا نظرا لمشاركة البلد ديالهم في كأس العالم، وخصوصا بأن المباريات يوم الاثنين كيكونوا بعض المباريات قلال، وكذلك كيكون التوقع فيهم صعيب، لأن ماشي كالسبت والأحد اللي كيكونوا مجموعة من المباريات يمكن لك تختار هنا وتختار لهي وتختار في جميع الدوريات بكل أريحية. إلا يوم الاثنين كيكونوا مباريات قلال وصعيب التكهنات فيهم. المهم اختاريت بعض المباريات وقلت اللهم نعطيكم بعض المباريات والتوقعات ديالهم احسن من ما نديرش الفيديو. المهم ما نطورش عليكم، نتمنى يحالفنا الحظ ونبداو التوقعات ديالنا. كما كتشوفوا المباريات اللي اختاريت لكم، بداو التوقعات ديالنا بأول مباراة من الدوري الأوكراني بين فريق أوديسا مع فريق الفيف. إذا مشينا الترتيب فإن فريق أوديسا في آخر ترتيب 6 نقاط، الفيف في مرتبة 12 بتسعود ديال النقاط. هذه تكون مقابلة قوية، فريق المستضيف خصو يربح، كذلك فريق الضيف. هنا المهم هاد المباراة هذه لعبوها بليس دو تروابيت، لعبوها بليس دو تروابيت. تقرير المقابلة الموالية كذلك من الدوري الأوكراني بين فريق روخ الفيف مع فريق ميناج. إذا مشينا الترتيب فإن فريق ميناج في المرتبة 14 تسعود النقاط، فريق روخ الفيف في المرتبة 11 ب11 نقطة. آخر مواجهتين عرفت التعادل، هدفين لمثلهما، كذلك الفوز ديال روخ الفيف بهدفين للا شيء. المهم هاد المباراة غادي نلعبوها فوز فريق المستضيف، ألعبوها لاس فور تايم، فوز فريق روخ الفيف. تقبل المقابلة الموالية من الدوري اليوناني بين فريق أستيراس تريبوليس مع فريق يونيكوس. إذا مشينا الترتيب فإن فريق أستيراس تريبوليس في مرتبة 19 نقاط، فريق يونيكوس في المرتبة 12 بسبعة ديال النقاط. آخر مواجهتين عرفت فوز يونيكوس خارج الميدان ب3 أهداف لمثلهما، كذلك 3 أهداف لمثلهما، كذلك فوز أستيراس تريبوليس ب4 أهداف لا شيء. المهم حنا هاد المباراة هنلعبوها بليس دو تروا بيت، غادي تكون فيها واحد النسبة طارها شيئا ما في الكور، هنلعبوها بليس دو تروا بيت. تقل المقابلة الموالية من الدوري الروماني بين فريق يونيون كلوج مع فريق اف سي ارجيس. إذا مشينا للترتيب فإن فريق يونيون كلوج في مرتبة 13 ب17 نقطة، فريق ارجيس في مرتبة 11 ب20 نقطة، تقريبا مستوى تقارب. الفرق ديال 3 ديال النقاط. غادي تكون مقابلة قوية. آخر مواجهتين عرفت فوز أرجيس 3-1، يونيون كلوج تعادل 1-1. المهم هاد المباراة غادي يلعبوها جول جول، يلعبوها جول جول، كلا فريقان يسجلان. انتقل المقابلة الموالية من الدوري التركي بين فريق جودزيب مع فريق كروسيورينغو. هذه القسم الوطني الثاني، فريق كودزيب في المرتبة 12 ب14 نقطة، فريق كوشيورينغو في المرتبة 6 ب21 نقطة. في المستوى ديالو أحسن من فريق كودزيب، فريق اللي كان كيلعب في القسم الوطني الأول الموسم الماضي. هنا المهم هاد المباراة غادي يلعبوها جول جول، هي مقابلة صعبة، حنا نلعبوها جول جول.
تخلو مقابلة موالية من الدوري التركي القسم الوطني الثاني. كذلك المباراة هي اللي لعبوها لعبوها هي بوغو. تقرر مقابل الموالية من الدوري الألماني القسم الوطني الثالث بين فارق ميونخ 1860 مع فارق إيسين. ميونخ 1860 في المرتبة السادسة ب 29 نقطة، على بعد 8 نقاط على فارق إيسين ب 21 نقطة. هذه فرصة لميونخ للاقتراب في الترتيب ويلتحق بين فارق فيين. لذلك حنا غادي نلعبو هاد المباراة. فوز فريق ميونخ 1860 على بلاص فور تايم. تقرر المقابلة الموالية من الدوري البرتغالي قسم الوطني الثاني بين فريق مافرا مع فريق ليوكسوس. كذلك تقريبا في المستوى في وسط الترتيب. احنا نلعب هاد المباراة جول جول. استغفر الله العظيم. نلعب جول جول، كلا الفريقان يسجلان. تقرير مقابلة الموالية من الدوري المغربي بين فريق المغرب التطواني وفريق الجيش الملكي من المقابلة المؤجلة. هذه تكون مقابلة قوية. فريق الجيش الملكي هذا موسم استثنائي جيد، تحت المرتبة الثانية 15 نقطة مع مقابلة مؤجلة. اللي يلعب هذا اليوم مع فريق المغرب التطواني، هي دي تكون مقابلة قوية. المهم هذه المباراة هنلعبوها اكس فول تايم. هي النسبة ديال 50%. تقرر المقابلة الموالية من الدوري الهولندي القسم الوطني الثاني بين فريق يونغ اوتريخت مع فريق ماستريخت. المباراة دي لعبوها بلوس دو تروابيت. مباراة القسم الوطني الثاني الهولندي كيكون فيها كارف تسجيل عدة أهداف. آخر مقابلة في الفيديو بين فريق كروسادرز مع فريق بيليامينا من دوري إيرلندا الشمالية. كروسادرز في المرتبة الرابعة ب 26 نقطة، بيلامينا في المرتبة العاشرة ب 14 نقطة. فرق كبير. احنا غادي نلعبو فوز فريق المستضيف. نلعبو لاس فور تايم. المهم الى هنا نكون وصلنا الى نهاية الفيديو. المهم تهلاو في ريوسكم اخوت، نتمنى لكم التوفيق الى فيديو اخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.